بيبدأ المسلسل مع بول، شاب تايلاندي عايش في كوريا، وهو اللي بيدير شركة باباه، وعنده عقدة في حياته بدأت من يوم ما باباه انفصل عن مامته عشان يتجوز رابيابون، ست فقيرة كانت بتشتغل في ملهى. وبول بيشوف جواز رابيابون من أبوه قائم على إنها تاخد منه فلوسه بس، وبسببها اتكون عنده حقد لكل بنت فقيرة. وفي مرة باباه يروح على الشركة ومعاه رابيابون، ويعرف بول إنه أخد قرار بإنه هيخليها تدير الشغل معاه. فبول يتعصب على أبوه ويقوله إنه مستحيل يخلي واحدة وضيعة زيها تمسك الشغل، وانها ست مش كويسه وعاهره. فابوه يضربه على كلامه، ورابيابون تحاول تمنعه ويبان عليها انها طيبه ومش بتحب يحصل مشاكل بين بول وابوه، لكن بول يشوف انها بتمثل ويكمل اهانه فيها، ويقول لابوه انه لو صر على قراره فهو اللي هيسيب الشغل. ولما يمشي براكان ابوه يوقفه ويقول له انه لو مشى هيمنع عنه الورث. فبول يقول له انه هيرجع لتايلاند وهيحقق حلمه اللي هو منعه عنه زمان، وهيثبت نفسه من غير ما يعتمد على فلوسه، ويمشي ويرجع على تايلاند. وهناك يستقبله نون صاحبه المقرب، ونين صاحبته من الطفوله بتحبه جدا، ويكون هيأسس شركة تسجيل أغاني مع أصحابه. ونون يسمع بول صوت بنت بتشتغل في حانة، ويقترح عليه إنهم يحددوا معاها ميعاد تيجي تعمل تجربة أداء في شركتهم، وبول يحب صوتها جدا. فنون يقترح عليه إنهم يتقابلوا بالليل علشان ياخدوا يسمعوا المغنية بوضوح، فبول يوافق. وأول ما بول يوصل على بيته يفتكر يوم ما أبوه أخده من مامته، ويومها مامته وقعت واتجرحت في دماغها، ومامته لما تشوفه تفرح وتطلب منه يخطب نيت بما إنه هيستقر في تايلاند. فبول يقول لها إنه مش بيحبها ومش بيشوفها أكتر من صاحبة، وينيت تكون واقفة من بعيد بتسمع كلامهم وتزعل. ونروح لبان، بنت فقيرة جدا وبتكون مسؤولة عن اختها ومامتها، وبتشتغل كذا شغلانة عشان تصرف عليهم. وبعد ما تخلص شغلها كجرسونة في مطعم، صاحبها تام يجي ياخدها عشان يروحوا شغلهم التاني كفرقة موسيقية في ملهى. لكن بان تشوف صورة لاختها وهي حاضرة سباق دراجات نارية، فتطلب من تام انه يوديها على مكان السباق لانها خايفة عليها. ولما تروح لها عشان تاخدها يظهر ان بات اختها بنت طايشة وترفض تروح معاها. وهناك البوليس يهجم عليهم فاختها تهرب، وبان لما تهرب هي وتام البوليس يلاحقهم لانه مفكرهم من اللي كانوا في السباق. ويكون في الوقت ده بول رايح على الملهى اللي هيتقابل فيه مع نون عشان يسمع صوت المغنيه، ولكن فجاه يطلع قدامه بان وتام فيخبطهم. ولما ينزل يطمن عليهم يشوف بان ويعجب بها من اول نظره، ونت تنزل من العربيه وتتكلم معاهم بقله ذوق وتتهمهم انهم عملوا كده عشان ياخدوا فلوس. والبوليس يوصل وياخدهم بتهمه انهم انضموا للسباق وازعجوا السكان. ولما بول ونت يروحوا يتقابلوا مع نون يفضلوا يستنوا المغنيه وفرقتها، ولكن ما يجوش. ونت تفضل تقنع بول انه ما يستناش المغنيه دي وهي محضره لواحده تانية غيرها، وانه مش مضطرين ياخدوا واحده بتشتغل في مكان زي ده. وبان وتام يقضوا اليوم في الحبس. ولما تروح مامتها تكون متعصبه منها لانها ما تعرفش حاجه عنها طول الليل، وتمسكها تضربها جامد لانها فكرتها قضت الليله مع تام وانهم على علاقه سوا. ومن طريقه كلامها يظهر انها مش مامتها الحقيقيه، وتقول لها انها كانت دايما بتحاول تربيها انها تحافظ على نفسها، ولكن طبيعتها مش بتختلف عن مامتها، وتفضل تضرب فيها من غير ما تسمعها، وتفضل تقول لها انها بتكرهها وبتكره مامتها. فنان تسيبها وتطلع على اوضتها، وتام يزعق لجان ويقول لها ان بان ومامتها شخصين مختلفين، وانها تبطل تظلم بان بسبب غلطه مامتها. ويظهر ان رابيابون كانت صاحبه جان المقربه، وان هما الاتنين كانوا بيشتغلوا في ملهى ليلي مع بعض. وفي يوم رابيابون جات لها وهي بتعيط جامد بسبب انها حامل، وتقول لها انها حامل من جوزها، وتتاسف لها وتقول لها انها ما كانتش قصده انها تحبه. فجان طبعا ما تقبلش اعتذارها لخيانتها ليها، ولما تضربها جوز جان يدخل ويبعدها بعيد عن رابيابون، ويقول لها انه ما حبهاش ولا قدر انه يحبها، وتتجرح بسبب خيانة أقرب اتنين ليها. ويعدي فترة طويلة، وبعد سنين رابيابون تروح لجان وهي مع بنتها وتطلب منها تاخدها تربيها، لأنها لازم تهرب من عصابة بتلاحقها بسبب إن عليها ديون ليهم، وإن مفيش عندها حد تسيب له بنتها غيرها، وتفضل تترجها إنها تاخدها. فجان ترفض وتدخل بيتها وتسيبها. فرابيابون تحضن بنتها وتطلب منها تفضل واقفة مكانها وتعتذر لها، وتوعدها إنها ترجع تاخدها مرة تانية وتمشي، والطفلة تسمع كلام مامتها وتفضل واقفة. ولما الجو يمطر جان تصعب عليها البنت وتخرج تاخدها وتسميها بان وتربيها زي بنتها. وسبب معاملتها الوحشه لبان انها بتخاف عليها وبتخاف انها تبعد عنها. ونروح لرابيابون وتكون قاعده بتعيط على بنتها وانها وحشتها، وانها فضلت تراقب بنتها من بعيد لحد ما جان اخذتها، وانها من بعد ما اتجوزت براكان دورت على بنتها في كل مكان ولكن ما تلقتهاش. وبراكان يكون زعلان عليها ويقول لها انه واثق بانها تلاقيها في يوم من الايام، وهي تترجاه انه يسيب بول يحقق حلمه ويدعمه. لكن براكان يكون عنده مرض خطير وعارف ان وقته قصير في الحياه، فعايز ابنه يشيل مسؤوليه الشركات بتاعته. وتاني يوم نيت تجيب لبول المغنيه اللي قالت له عليها، ويعجبه صوتها ولكن ما يفضلوش قوي. فنون يطلب منه يروح معاه بعد الشغل على الحانه ويسمعوا صوت المغنيه لانه واثق انها تعجبه، فيوافق ويروح معاه. وتطلع المغنيه اللي نون كان بيتكلم عليها هي بان، وبول يفتكر ان هي البنت اللي قابلها واتقبض عليها، ورغم ان صوتها عاجبه لكن يقول لنون انه مش عايز بنت زيها بتعمل مشاكل تبقى مغنيه عنده في الشركه. ولما يقوم يمشي واحد من الزباين يقوم يتحرش بيها، فبان تبعده عنها وتكسر الجيتار بتاعها على دماغه، واصحاب الزبون واصحابها يتدخلوا.
والمشكلة تكبر، وبن فجأة تقع في ايد بول وهو كمان يدخل ويحميها، وياريته ما دخل. واحد من اللي في الخناق يكسر عليه ازازة، فبول يصر اكتر انه ما ياخدهاش مغنية لشركته لانه مش شايفها ناضجة كفاية وبتسبب مشاكل، وبسبب اللي بن عملته هي وفريقها يطردوا من الشغل. تاني يوم بول يفضل يفكر في بن، فيروح لنون ويعرفه انه موافق على ان بن تقدم في تجربة الاداء، ويقول له انه وافق عشان مش عايزه زعلان منه. وفي تجربة الاداء دي وصاحب بن يتأخر عليهم عشان بيكون بيدور على جيتار يستلفه من حد مكان الجيتار اللي بن كسرته. ولما تستأذن من بول انهم يستنوه، بول يزعق لها ويقول لها ان ما عندهاش مسؤولية ويمشي، فتروح وراه تطلب منه يديها فرصة، وان بالفرصة اللي هو هيعطيها لها هتحاول تثبت نفسها عشان تكون احسن. وبول يفتكر باباه وهو دايما كان بيمنعه يعمل الحاجة اللي بيحبها، فيديها فرصة لمدة 5 دقايق، ودياو يجي بالجيتار ويبدأوا يغنوا قدامه، ويعجب جدا بيها وبفرقتها، لكن نيت ما تكونش حباها وتسخن بول عليهم وتفكروا بانهم اتقبض عليهم، فبول يرفضهم. وبن رغم كده تروح تشكره بكل احترام على الفرصة اللي هو اداها لها، وبول ضميره يعذبه ويفضل يفكر فيها وفي كلامها، فيعرف نون انه هيرجع يديها فرصة تانية، فنون يفرح ويشكره. بالليل بول وهو رايح يسهر يتفاجئ انها بترقص وبتغني في مالها، ولما يدخل ويشوفها يتصدم فيها ويفكرها مش كويسة. وبعد ما بنت خلص فقرتها يكون في زعيم مافيا معجب بيها ويطلب منها انها تيجي تقعد معاه، وبول يشوفه وهو بيعرض عليها فلوس، فيفكر انها واحدة بتجري ورا الفلوس زي مرات ابوه، وما يشوفش بن وهي بترفض تاخد الفلوس من رئيس المافيا. ولما تقوم وتسيبه بول يروح وراها ويشدها من ايديها ويطلب منها تيجي تقعد معاه، ويقول لها كلام مش حلو زي انها فتاة اغراء قذرة، ويديها فلوس ويقول لها انها مش محتاجة تشتغل في شركته وان الفلوس دي الخمس دقايق بس من وقتها، فهي ما تقبلش اهانته ليها وترش بالمية لنظرته للستات بتدني، فيشدها ويبوسها غصب عنها قدام كل الموجودين، فتبعد عنه وتضربه وتحذره انه يتكلم معاها كده مرة تانية. والمافيا اللي بيحب بان يبعت رجالته ورا بول يضربوه ويهددوه انه ما يقربش من بان مرة تانية، وبول يفكر انها على علاقة مع رجل المافيا ده. وتاني يوم يروح لنون ويعرفه انه هيغير رأيه تاني ومش هيخليها مغنية في وكالته، ولو عايز يعرف السبب يروح مكان شغلها ويديله العنوان. ونون لما يروح ويشوفها وهي بتشتغل ما يتأثرش ويروح يتكلم معاها ويقول لها انه عايز يشتغل معاها، فبنت تصدم انه مش متأثر بشغلها، فهو يقول لها انه مش بيقيس الناس بشغلهم وبيقيسهم بمهارة الانسان. وبول يكون واقف من بعيد وشايفهم وهما بيتكلموا ويتغاظ من لطف نون معاها، فبول يروح وراها ويدخل عليها اوضة لبسها من غير ما يستأذن ويسألها عملت ايه لنون خلته مغرم بيها، وان عندها شخص بيهتم بيها فليه بتقرب من صاحبه وتضايقه، فبنت تقول له انها ما راحتش لحد فيهم عشان تضايقه وان هو اللي دايما عندها، وبعدين تضحك وتستهزئ بيه وتقول له انه بيعمل كده عشان ممكن يكون راجل مش تمام وغيران على نون. فبول يرجع يشدها تاني ويبوسها غصب عنها ويكون قصده يهينها ويمشي ويسيبها، وهي تزعل وتحس انها قليله وتفضل تعيط. ولما تروح البيت تلاقي جان امها اللي ربتها اخذت الانسيال بتاعها واستخدمته في الامور وخسرت كل اللي معاها، فبنت تروح معاها عشان تدفع فلوس الانسيال وترجعه، ويطلع سيا المافيا اللي بيحب بان هو صاحب سلطه الامور، وبنت ترجع له الفلوس وتاخد الانسيال منه. وقبل ما يمشوا سيا يقول لجان انه هيستناها تيجي، ونون يروح لبول ويقول له انه مش معجب بالمغنيه اللي نت جايباها، ويطلب منه ما يحكمش على بان من شغلها في المالها، وانها لو واحده مش كويسه وبتستخدم الرجاله في انهم يصرفوا عليها مش هتشتغل بجد، وياخده معاه ويوريه انها بتشتغل في مطعم وانه سال عليها في الصاله اللي بتشتغل فيها وعارف انها مش بترتبط بالزباين، ويطلب منه يديها فرصه وانه لو مش عاجبه شغلها في المالها هيطلبوا منها توقفه مقابل انها تشتغل معاهم، ويقنعه ويروحوا يقعدوا معاها هي وتام. ونون يقول لهم انهم وافقوا على انهم يشتغلوا معاها، ولكن بول يطلب منها تسيب شغلها في المالها، فبن تقول لهم انها هي وفرقتها هيفكروا في عرضهم وهيردوا عليهم. ولما يمشوا تام ما يكونش فاهم ليه بن ما وافقتش على طول، فتقول له انها مش هتقدر تسيب شغلها في الصاله لان ما عندهاش دخل تاني، فيطلب منها تستناه وانه هيروح الحمام وهيرجع لها بسرعه، ويكون رايح لنون ويقول لنون انه هو كمان مش عايز بن تشتغل الشغلانه دي، ولكن هي لو ما اشتغلتش مش هيكون عندها دخل، ويطلب منه يساعدها ويجيب لها شغل. وفعلا نون يجيب لها شغل في مطعم هي وفرقتها، ولما يطلب منها تسيب الشغل في الصاله توافق. ولما نون يروح يحكي لبول ان بن سابت الشغل يفرح، ولكن ما يبينش لنون فرحته. وجان تروح على صاله القمر من تاني وتخسر كل فلوسها، وسيا يفضل يدينها فلوس عشان يخليها تلعب تاني، وكل ما تخسر يدينها لحد ما يكون عليها ليه فلوس كتير. ولما ترجع بيتها يبعت رجالته ليها وياخدوها، ويقول لبن انها لو عايزه مامتها يا اما تدفع المبلغ اللي على مامتها يا اما تيجي هي وتبقى عشيقة سيا، ويدوها فرصه 3 ايام عشان تجمع المبلغ، فتم يبيع الماتور بتاعه عشان يساعدها ويروح يديها الفلوس، ودياو كمان يديها الفلوس اللي هو محوشها، ورغم كده ما يجمعوش غير 40,000 بس، فتضطر بن ترجع تشتغل في الصاله تاني عشان تجمع باقي الفلوس. وتم على الجنب التاني يروح يشترك في مصارعه غير شرعيه عشان يساعدها في تجميع الفلوس، ويدخل على كذا جوله ورا بعض. وبول يروح على الصاله عشان يشوف بن لسه بتشتغل هناك ولا لا، ويتضايق انها لسه هناك. بعد الشغل يستناها وهنا شويه حلوين، فهي تكون تعبانه ومش قادره تسمع اهانته ليها، مش قادره ترد عليه، فتمشي وتسيبه. ولما تطلع بره الصاله رجاله سيا يكونوا جايين عشان ياخدوها، لكن بول يشوفهم ويضربهم وياخدها ويهرب
قريب وبعيد ويطلب منها تعرفه حكايتها والا مش هيسيبها تمشي. فتقول له انها مديونه ليهم بالفلوس وتحكي له حكايتها فياخدها ويروح صاله القمار بتاعه سيا، ويصادف ان ام بول هناك في الصاله وتستخبى اول ما تشوف بول وتراقبه من بعيد. وبول ياخد بان ويطلع يقابل سيا ويديله ال 200,000 اللي عليها ويطلب منه يبطل يضايقها وانها حبيبته وانه يحطه في اعتباره انه كده اشتراها منه. وبان تطلب منه يسيب مامتها فسيا يقول لها انه مش بيكسر كلامه وهيسيبها. وقبل ما يمشوا سيا يقول لبول انه يهتم بحبيبته لانه مش هيسيبها معاه لفتره طويله. وبول ياخد مامتها ويطلعوا وبعدين يوصلهم على البيت. وهناك بقت اخت بان تشوف بول وتعرف ان هو اللي ساعد مامتها فتعجب بيه. وبول يقول لبان انها تجيله الشركه بكره وتسيب شغلها في الصاله. ولما يمشي بات تسال بان اذا كان بول بيغزلها، فلما بان تقول لها لا بات تقول لها كويس لانها بتحبه. وتزياو يدي لبان الفلوس اللي تم جابها ويعرفها انه جابها من المصارعه. فلما تروح تشوفه تلاقي وشه متبهدل من كتر الضرب، فتقعد معاه تهتم بيه هي وزياو وتحكي له على كل اللي حصل معاها طول اليوم. تاني يوم بول يفضل مستني بان تيجي على الشركه ولكن ما تجيش. فلما يروح بالليل على الملهى يلاقيها لسه بتشتغل فيه فيرجع يتعصب عليها. واختها بات تكون هناك ولما تشوفه تروح تكلمه وتقول له انها ما توقعتش تشوفه في مكان زي ده وانها مش بتدخل هنا غير لما تيجي تدور على بان، وتساله اذا كان معجب باختها فيقول لها انه مش بيهتم بالبنات اللي بيشتغلوا في اماكن زي دي. وبعدين يتقرب من بات عشان يغيظ بان، فبان تسيب العرض بتاعها وتنزل تاخد اختها وتزعق لها وتقول لها انها ما تكونش ودوده مع اي راجل وبالذات ده. فبات تفكرها غيرانه فتقول لها انه بيكرهها وبيكره اي واحده زيها وتسيبها وتمشي. وبول يروح لها كعادته عشان يهينها وتطلب منه يبعد عن اختها، فيقول لها ان اختها هي اللي جات له وانها زيها بتحب تغري الرجاله وانه اداها فرصه انها تكون مغنيه في وكالته ولكن هي بتحب تبيع جسمها. ويقول لها انه دفع فلوس كتير ليها فيرجع يقرب منها تاني غصب عنها ويقول لها نتيجه انه قرب منها هينزل من دينها 10,000 رغم ان 10,000 كتير على واحده رخيصه زيها. فتضربه وتقول له وهي بتعيط انها تبطل تقاومه عشان يبطل يضايقها ويبعد عنها وعن اختها ما تكونش مديونه ليه، فيحس انها مكسوره فيمشي ويسيبها. ولما يخرج من الملهى يبان ان نيت كانت ماشيه وبتراقبه. ولما بان تخرج من الملهى عشان تروح نيت تقرب منها بالعربيه وتنزل من العربيه وتقول لها ان المره دي هي ما موتتهاش ولكن لو قربت من بول تاني هتموتها. تاني يوم لما بول يروح على الشركه يلاقيها موجوده هناك وانهم يعرفوا انها بقت معاهم هي وفرقتها. فبول يقول لها انها عشان تكون المغنيه الاولى في شركته لازم تتنافس مع مغنيه تانيه ويكون قصده على سارة المغنيه اللي نيت جايباها. تاني يوم قبل ما يحضروا الاختبار سارة المغنيه اللي هتتنافس معاها تروح تخبط فيها قصد فتوقع الاوراق اللي في ايد بان. ولما تنزل تلمهم سارة تدوس على ايديها بالكعب اللي هي لابساه وايديها تتضر جامد فما تقدرش تعرف تعزف على الجيتار. بعد ما الاختبار يخلص بول يروح يتكلم معاها واصحابها يسيبوهم يتكلموا لوحدهم ويطلع ان بول سمع سارة وهي بتحكي لنيت ان هي اللي عملت كده ويشدها وياخدها معاه غصب عنها ويجبرها تكلم اصحابها وتطلب منهم يمشوا وما يستنوهاش وياخدها على الدكتور علشان يطمن على ايديها. وتاني يوم بول يواجه سارة بالكاميرات ويقول لها انها لو ما اعتذرتش البان هيطردها، فهي تقول له انها لا يمكن تعتذر لعاهرة زيها. وبول يطردها من الشغل وبنت تحس ان بول لطيف ولكن بيتصنع الشر. وبت تروح تقدم على وظيفه في شركه بول ولما نون يعرف انها اخت بان يوافق انه يوظفها وتشتغل كمساعده للفرقه بتاعه بان. وبول ونون يعرفوا بان وفرقتها انهم عايزين بان تظهر كمغنيه منفرده من غير فرقتها، فتم يشوف انهم بكده خدعوهم وانهم مش هيشتغلوا غير مع بعض. ولما يمشوا بول يروح وراهم ويقول على تم انه اناني وان بان بشغلها معاهم هتكون مشهوره، فبان تقول له انها مش عايزه تشتغل معاهم. فبول يتعصب منها فياخدها عشان يتكلموا لوحدهم وهي تقول له انها مش هتتخلى عن اصحابها لانهم عاشوا مع بعض اصعب ايام حياتهم. فبول يقول لها انه مش محتاج يقنع واحده زيها وانه هيديها فرصه ليوم واحد بس تفكر. تاني يوم تام وديا ويقنعوا بان انها توافق على انها تشتغل مغنيه منفرده ما تدمرش حلمها بسببهم وانها لما تنجح كانهم نجحوا هما كمان. بالليل يجي لها خبر ان اختها عملت حادثه وفي المستشفى ولما تروح تكون حالتها مش خطيره وعملت الحادثه بسبب انها كانت في سباق. وبول يرن على بان في الوقت ده عشان يعرف منها قررت على ايه، فبان ما تكونش عارفه تكلمه. وبول يسمع صوت الممرضه وهي بتكلمها فيفكر ان حصل لها حاجه. وبان لما تروح تدفع فاتوره المستشفى تتفاجئ انها 18,400 وما يكونش معاها يكمل، ولكن بول يجي وينقذ الموقف وهو اللي يدفع الفاتوره وديونها تزيد ليه. وتعرفوا انها موافقه تكون مغنيه منفرده معاهم فهو يفرح ولكن ما يبينش، وتقول له انها موافقه عشان اصحابها جزء من حلمها وانها هتمثلهم عشان تحقق الحلم بتاعهم. فيقول لها انه هيستناها تيجي تمضي العقد معاه بكره. وقبل ما يمشي يقول لها ما تنساش تجيب اصحابها معاها وهي جايه. تاني يوم بول يعرفهم انه هيشغل تام ودياو مع مغني تاني ويمضي عقد معاهم هما الثلاثه. وبان تبدا تتدرب ولكن تكون دايما حزينه لانها بعيده عن اصحابها ودايما تعبانه، فبول يلاحظ زعلها ويدخل يتكلم معاها. فواحده من الموظفين تشوفهم سوا وتصورهم وهما مع بعض وتفكر انهم مرتبطين. وبان تقول لبول انها مش حاسه بالسعاده فهو يزعل جدا عليها ويضطر يستسلم لها ويقرر انه يرجع اصحابها يشتغلوا معاها تاني.
تاني يوم نيد تشوف الفيديو بتاع بولو وبان وهم قريبين من بعض فتتعصب. في الوقت ده نون يروح لبولو ويديه شيك ب 220,000 الفلوس اللي بان مديونه بيها البول، ويقول له ان هو عايز يساعدها. فبول يتضايق منه ويحس ان نون بيحبها، ونون يساله اذا كان معجب بيها. فبول يقول له انه مش بيحب النوع ده من البنات لانها بتفكره بمرات ابوه. فنون يقول له انه معجب بيها وانه عايز يكون واضح معاه من البدايه عشان ما يتخانقوش سوا بعد كده. ونيد تروح لبان في المطعم اللي هي بتشتغل فيه وتضربها وتهينها قدام الناس لحد ما يجي تام ويبعد نيت عنها، وياخد نيت ويحذرها انها تقرب تاني من بان ويهينها بنفس الطريقه اللي بيستخدمها بول مع بان. واثناء ما بان تكون خارجه من شغلها في المطعم تلاقي بول جاي لها وياخدها معاه لمكان بيبيع الات موسيقيه ويجبرها انها تختار جيتار جديد، وهي يعجبها واحد ولكن يكون غالي عليها، لكن بول رغم كده يشتريه لها ويقول لها انها عشان ترجع تشتغل مع فرقتها لازم يكون معاها التها الموسيقيه. فتفرح قوي انه غير رايه ورجعها تشتغل مع اصحابها من تاني، وتقول له انها تشتغل بجد عشان ترجع له حق الجيتار. فهو يرفض ويقول لها انه بيهدولها وترجع تتدرب مع فرقتها. وبول يكون بيهتم بيها وماشي وراها دايما ويزيد كلام الموظفين عليهم في الشركه فتبدا تبعد عنه، ولما يقف معاها تطلب منه انه يبطل يقف معاها لوحدها عشان مش عايزه الناس تفهمهم غلط، لكن بول ما يهموش كلامها ويفضل يروح وراها في كل مكان ويقول لها انها مش بتخاف وهي مع تام او نون، ويكون مفكر انها وتام مرتبطين. فتقول له ان تام صاحبها وبس، ويرجع يسالها نون بالنسبه لها ايه وانه مش هيسيبها تمشي غير لما يعرف. فتقول له ان نون بالنسبه لها صديق عمله وبس، فهو يسيبها تمشي ويكون فرحان جدا. وتعدي الايام وتكون كل حاجه ماشيه تمام، وبول يوم ورا التاني حبه يزيد لبان من غير ما يحس. واول قبض لبان وفرقتها تشترك بان وديا ويرجعوا لتام الموتور بتاعه عشان يفرحوه. في الوقت ده بركان ابو بول يرجع لتايلاند هو ومراته، ويروحوا الشركه لبول، وهناك رابيا بون تشوف بان صدفه وتحس بالالفه ناحيتها. وبركان يدخل يتكلم مع بول ويطلب منه يرجع معاها على كوريا عشان يدير شركته، وان الشركات بتاعتهم ليها مستقبل اكتر من الشركه دي وانها مش هتنجح ابدا. فبول يتضايق من كلام ابوه ويتخانق معاه، وبعدين يخرج ويقابل في وشه رابيا بون فيتخانق معاها هي كمان ويهينها، لكن ابوه يخرج يبعده عنها. وبول ما يكونش عارف ان رابيا بون هي اللي ساعدت ابوه زمان، وان زمان ابوه اتعرض للافلاس وكان محتاج فلوس كتير وما فيش حد ساعده غير رابيا بون، وانها كانت بتمتلك مالها باسمها زمان. ولما عرفت المشاكل اللي بركان بيمر بيها بعت المالها وادته الفلوس. ورابيا بون تكون دايما بتتكلم على بول حلو قدام بركان عشان تحسن علاقتهم سوا، ودايما بتمشي مع بركان في كل مكان بيروحه عشان بتخاف عليه لا يتعرض لازمه وهي مش جنبه. وبان وبول وكل الشركه يسافروا يصوروا اعلان لاغنيه بان، والعرض ما يجيش. فبول يطلب ان هو اللي يكون عرض قصادها، ولما يبداوا نيت ومامه بول يجوا على التصوير هما كمان. ومامه بول ما تكونش عايزه ابنها يقرب من بان لانها بتكره الفقره، وتكون عايزه نيت لابنها عشان من عيله غنيه وبيدعموها ماديا، وتطلب من بول انه ما يكونش العارض. لكن بول يرفض ويقول لها ان ده شغل وان هو اللي لازم يتحمل مسؤوليه الشغل ويكمل تصوير مع بان، ويكون بيستغل كل الفرص عشان يقرب منها، وشايفه انه مش عامل حدود معاها بسبب نظرته الدونيه وانها فقيره وكانت بتشتغل في مالها. فنون يقول لها ان بول بيعمل كده عشان عودته من مرات ابوه، ويحكي لها قصته وانه انسان بيفتقر الحب في حياته. وبان لما تيجي تمشي نون يوقفها ويمسك ايديها ويشوفهم بول، ونون يعترف لها بحبه. وقبل ما بان ترد عليه موظفه تيجي تنادي على بان عشان التصوير، وبول يكون بيشط من غضبه. فاول ما يبداوا التصوير يشدها ويبوسها غصب عنها قدام كل الموجودين، فبان تبعده وتديله بالقلم، ونون هو كمان يهجم عليه ويضربه. وتام لما يجي هو كمان ويعرف باللي حصل يضربه ويبقى ملطشه للي رايح واللي جاي. وبركان يكون نازل في فندق قريب من مكان التصوير هو ومراته، وبان تشوفه من بعيد وتاخد بالها انه تعبان فتجري عليه وتساعده. رابيا بون تنزل بسرعه ومعاها الدواء بتاعه، ولما بول يشوفها قاعده معاهم يجري عليها ويشدها ويقول لابوه انه ما يقربش من اي حد تبعه ويكون عايز ياخدها غصب عنها. فابوه يطلب منه يسيبها ويبعده عنها. فبول يقول له انه دايما بيختار الفقراء عشان يحميهم، ويبص لرابيا بون ويقول لها انهم عهيرات بيخدعوا الرجاله. فابوه يضربه ويمشيه، وبنت تزعل عليه. وبركان يعتذر لها بالنيابه عن ابنه، فهي تقول له انها متعوده عليه، ولما يشوفها قلقانه عليه يطلب منها تروح له تطمن، ولكن يطلب منها انها ما تعرفوش بتعبه لانه مش عايزه يقلق عليه. ورابيا بون لما تلاقي بركان بيبتسم وفرحان تساله بيبتسم ليه، فيقول لها انه لاحظ ان بول بيحبها ويتمنى ان حبه ليها يغيره. وبنت تروح تقعد جنب بول وتقول له انها بنت فقيره، رغم كده مش هيحصل حاجه لو اتكلم معاها بلوت، وتقول له انها عارفه انه مش عايز يتصرف كده، وتطلب منه يكونوا اصحاب، وتفضل تقنعه لحد ما يوافق، وتخليه يتعاهد انه يبطل يتخانق معاها ويتكلم معاها بطريقه وحشه. وبات اختها تشوفه من بعيد وتكون غيرانه من اختها ومتضايقه جدا. تاني يوم يكمل
يعملوا التصوير ويكمل على خير. ونت تكون غيرانه من تقرب بول من بان فتهجم عليها هي ومامة بول ويضربوها هما الاثنين ويحذروها انها تقرب من بول، وتكون مامة بول على معرفه بسيا من زمان وواحده من زباينه في صاله القمار، فتتصل بيه وتطلب منه يخطف بان ويبعدها عن ابنها. فسيا يبعت رجالته ويقدروا انهم يخطفوها، وبات اختها تشوف العصابه وهما بيخطفوا بان ولكن ما تساعدهاش وتستخبى، لكن من حظ بان ان بول هو كمان يشوفها ويروح وراهم، وبات تكون اختارت انها ما تساعدش اختها عشان ما حدش يشاركها في بول. وسيا يضرب بان ويكون لسه هيأذيها، لكن بول يوصل وينقذها ويبعدوا عنها، ولما ياخدها ويهربوا سيا يضرب النار عليه ويتصاب في ايده. بالرغم من كده يقدروا يهربوا، والناس قرويين يساعدوهم، وبسبب جرحه يتعب طول الليل وهي تسهر جنبه عشان تهتم بيه. وتاني يوم يفوق كويس ويكون عنده فضول يعرف عنها كل حاجه، ويسالها ليه كانت بتشتغل في الصاله، تقول له انه ما فيش حد بيختار حياته وانها مضطره تشتغل كده عشان تصرف على اهلها. ولما يسالها ليه عايزه تكون مغنيه هتقول له لانها نفسها تكون مشهوره عشان تقابل مامتها الحقيقيه وتحكي له حكايتها، وتقول له انها نفسها تقابل مامتها عشان تعرف منها هي ليه تخلت عنها واذا كانت قلقان عليها ولا لا. فبالاخره يحس انه ظلمها فيقرب منها ويبوسها، فبنت تقول له انها عارفه انه ما كانش يقصد اللي عمله وانه عمل كده بسبب تاثره بقصتها. فبول يقول لها انه كان يقصد وان عنده مشاعر ليها، فهي ما تردش عليه وتمشي. في الوقت ده تام وديا ويروحوا على اوضه بان عشان يسالوا عليها، فبتكذب عليهم وتقول لهم انها لسه نايمه. ولكن بعد فتره من غياب بان وبول الكل يلاحظ بات ما تقدرش تخبي اكتر من كده، ولكن ما تعرفهمش ان اختها اتخطفت. ولما بول وبان يرجعوا سوا نيت تعرف انهم كانوا مع بعض فتضرب بان، فبول يبعدها ويزعق لها ويقول لها انه حر في اللي بيعمله، ومامته هي كمان تيجي وتهنها. ولكن بول المره دي دفع عنها وياخدها ويمشي، وبان تفضل تعيط وتساله ليه ما قالهمش الحقيقه ودفع عنها، فيقول لها انه ما ينفعش يقول ان راجل عصابه خطفها، وان لو قال كده هيطلع عليها اشاعات كتير، وان بالنسبه لها افضل يطلع عليها اشاعات انها على علاقه بيه. ودياو لما يعرف من بان اللي حصل معاها يحكي لها ان بات كذبت عليهم بانها نايمه، ويقول لها انها اكيد هي اللي ساعدت سيا. فبان لما تروح تواجه اختها بات تعترف بكل بساطه وتقول لها انها عملت كده عشان بتكرهها، فبنت تجرح لان كل اللي بتعمله في حياتها بهدف انها ترضيها. وبعد فتره يعملوا حفله اطلاق اغنيه بان، وهناك ربيابون تقابل جان، ولكن جان اول ما تشوفها تهرب منها بسرعه من غير ما تكلمها عشان مش عايزه ربيابون تاخد منها بان. وبنت تغني اغنيتها في الحفله، وبعدها تعمل لقاء صحفي، والصحفيين يسالوها اذا كانت فعلا كانت بتشتغل في مالها، وانهم سمعوا بانها عشيقه راجل عصابه، وكل اللي يحصل ده من خطه نيت ومامه بول. فبول يحاول انه يتكلم هو مع الصحفيين، لكن سيا يدخل عليهم وهو شايل ورد ويديهولها ويقول لهم انه عامل منتظم في الصاله اللي بتشتغل فيها بان. وبنت ترد عليه بقوه وتعترف انها كانت شغاله في صاله فعلا، ومش معنى انها اشتغلت هناك انها باعت نفسها، وانها فخوره باي شغلانه اشتغلتها وقدرت منها تصرف على مامتها واختها. وسيا لما يلاقي بان قدرت تسيطر على الموقف يكذب بانه على علاقه معاها وانها كانت معاه ليله كامله يوم تصوير الاعلان. وصحفي بعد اللي يسمعه من سيا يوجه اسئله مهينه لبان، فبول ما يقدرش يسكت اكتر من كده فيضرب الصحفي ويقول لها ان الشخص اللي المفروض يكتبوا اخبار عنه هو سيا، وانه عنده صاله قمار غير مشروعه ويفضحه، ويقول له ان هو اللي عمل في نفسه كده بتجرؤه على انه يكذب. ويقول لهم بخصوص الليله اللي سيا بتكلم عليها بان كانت معاه وما كانتش مع اي حد تاني غيره، وياخدها ويمشي. فهي تتعصب عليه علشان باللي هو عمله الناس هيفكروا انه بينهم حاجه وتسيبه وتروح على بيتها. وبول يستسلم لمشاعره ويقرر انه يروح يعترف لها بحبه، ولسه هيعترف ما يلحقش. سيا يظهر ويضرب بول هو ورجالته، لان بسبب تصريحاته في الاعلام ان سيا فتح صاله قمار البوليس يهجموا على الصاله ويقفلوها، وعشان ينتقم منه يضرب عليه نار ويهرب. فبنت تنقله على المستشفى والدكاتره ينقذوه، وبنت تتخانق مع بان وتطلب منها تمشي هي، وان هي اللي هتفضل مع بول هتهتم بيه. ولكن بول لما يفوق تاني يوم يتضايق لما يشوف بيته ما يكونش عايزها هي اللي تهتم بيه ويكون عايز بان. وبنت تروح تطمن عليه لما اختها ما تكونش في المستشفى، ولكن هو ما يشوفهاش ويكون نايم. وبعد ما بول يطلع من المستشفى قرر انه يروح يقعد عند نون عشان مش حابب يقلق مامته عليه، ونون يكون مشغول وسايبه لوحده. فبول يستغل الفرصه ويتصل ببان يطلب منها تجيله تهتم بيه فتروح له، ويقضوا اليوم سوا ويخرجوا ياكلوا سوا، ويرجع يعترف لها تاني بحبه ويسالها عن مشاعرها ناحيته. وهي تكون في البدايه مش قادره تعترف له، ولكن تقول له ان هي كمان بتحبه، ولكن علاقتهم صعبه. فهو يفرح ويطلب منها انها تتحمل ويتحدوا اي مشكله تقابلهم سوا، فتوافق ويبداوا يتواعدوا ويكونوا طايرين من السعاده مع بعض. ولكن الحلو مش بيكمل، مامته ونيت يعرفوا انهم بداوا يتواعدوا وبيتقابلوا في بيت نون، فيروحوا لها هناك، ومامته تهينها وتجرحها بكلامها القاسي، فبت تعيط وتطلب منه يوقف ارتباطه بواحده من الطبقه الدنيا زيها. فتاني يوم بول يروح على الشركه ويفضل ورا بان عشان تقبل تتكلم معاه، ويمسك ايديها قدام الكل وياخدها معاه عشان يتكلموا،
بيقولها انه مش هينفصل عنها مهما حصل ويحضنها، ويكون في واحد بيصورهم من بعيد، وتكون نيت هي اللي بعتها عشان تفضح بام بانها سرقت منها خطيبها، وبولي يترجها بانها ما تتخلاش عنه من اول مشكله تقابلهم، ويحاول يقنعها انها ما تبعدش عنه، ونون يشوف البث بتاعهم فيتصل بيهم عشان يعرفهم ويطلب منهم يمشوا بسرعه. فبولي يستغل الفرصه ويقرب من بان عشان يعرف الكل انهم مرتبطين، ونيت تتصدم وتتصل بالمراسل عشان يوقف البث بسرعه، وبولي يقول لها انها بكده اتجبرت تكون معاه، وانه هيثبت لها بمرور الوقت انه بيحبها. تاني يوم تيجي الصحافه وتعمل مقابله مع بول، فبولي يعلن عن موعدته لبان، ولما يسالوه عن نيت وخطوبتهم يقول لهم انه عمره ما اعلن عن انه هيخطب، وانه بيحب بان وبس، وهيتجوزها قريب لو هي وافقت. وبس كده، احب انهي مع فراولات الامارات اللي بيكتبوا لي احلى كومنتات في الدنيا. وقبل ما انهي، اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصه حبكم في الحياه وتتقابلوا مع ابطال وبطلات احلامكم. بحبكم جدا، سلام. Adım ağzından sahiden bir hiçmişim nazarından öylesine geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha, biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım belki, ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Acısın canım bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece böyle kahrolsun. Ağzından sahiden bir hiçmişim nazarımda öylesine geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha, biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım ben, ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, ağzından sahiden bir hiçmişim nazarımda öylesine geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha, biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım ben, ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, kanlar olsun, hiç kimse silmesin gözyaşımı, bana ders olsun. Bu gece acısın canım bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece
tadım ağzından sahiden hiçmiş nazarımda öylesine geçmiş zaman bu gece tutmayın ateşi yanacak bir